الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دروسنا مع كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا في دروسنا السابقة نتكلم عن صلاة الاستسقاء، وعرفنا أيها الإخوة الأعمال التي يقوم بها الإنسان في صلاة الاستسقاء، وعرفنا صفة صلاة الاستسقاء والدعاء الذي فيها، والمطلوب منا في صلاة الاستسقاء أن نعود إلى الله عز وجل، لأنه ما يقع شيء مصيبة إلا بذنب، ما يقع مصيبة إلا بذنب، ولا ترفع إلا بتوبة. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعود إلى الله عز وجل، نستغفر ونتوب، نستغفر بألسنتنا ونتوب بقلوبنا وأعمالنا. وذكر الشيخ رحمه الله في آخر كتاب صلاة الاستسقاء فائدة جميلة جدا. ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة اعتقاد الإنسان أن المطر يأتي به الله عز وجل، لا يأتي به الأنواء. ولذا يقول رحمه الله: يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، لكنه يباح في نوء كذا، لأن إضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، نسأل الله العافية. ما هو النوء؟ مطرنا بنوء كذا، ما هو النوء؟ النوء يا إخوان هو النجم، أي مطرنا مثلا بالنجم الفلاني. والنجوم لعلكم تنظرون في التقاويم التي تبين النجوم، نجم النعايم، نجم سعد الذابح، نجم سعد السعود وما إلى ذلك. فهذه الأنواع هي النجوم التي يقع فيها. ولذا نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في الحديث الصحيح أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، سماء يعني مطر نزل من الليل. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. هذا الحديث نص صريح في أن من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر، نسأل الله العافية. إذن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا محرم، مطرنا بنوء السعود، سعد السعود محرم، مطرنا بنوء الشولة محرم، بل هو من كبائر الذنوب. لكن هل يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة؟ هذا بحسب عقيدة القائل. القائل إن كان يعتقد أن النوء هو الذي خلق هذا المطر فهو كافر. لماذا؟ لأنه ادعى أن مع الله خالقا. وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفرا دون كفر،
وإنما كان كافرا فيما إذا اعتقد أنه سبب، لأنه أثبت سببا لم يثبته الله عز وجل. لأن النجوم كلها ليس لها أثر، النجوم كلها ليس لها أثر، وإنما هي أوقات فقط. لكن كما قلنا قبل قليل، إذا قال مطرنا في نوء كذا هذا جائز، في نوء كذا هذا جائز، لأن في للظرفية. ومن ذلك استعمال العامة عندنا ألبى هنا، وهم يريدون الظرفية، يقولون مثلا مطرنا بالمربعانية، مطرنا بالشبط، مطرنا بالعقارب. العقارب كما عرفنا وهي الآن هي العقارب، والعقارب ثلاثة: سعد الذابح والبلع والسعود. فإذا قال مطرنا بسعد السعود وهو يقصد في سعد السعود كما هي اللغة العامية عندنا، فهنا لا نقول إنه يكفر، لأن الباء قد تأتي بمعنى في مثل قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي في الليل، يعني أنها تأتي بمعنى في. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن الاعتقادات، اعتقد اعتقادا جازما أن كل شيء بيد الله عز وجل، وأنه مالك الملك، وأنه يتصرف فيك وفي الكون كيف يشاء. انظر أنت إذا أصابك مرض، سواء مسلم أو كافر، إذا أصابه مرض هذا يستسلم استسلام كوني، ينام على السرير ينتظر ماذا يفعل به. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان دائما أن يعتقد اعتقادا جازما أن كل شيء بيد الله عز وجل، كل شيء بيد الله وهو مالك الملك. وأنت عبد، لا بد أن تقرأ القرآن الذي أرسله إليك، تفهم القرآن، تدبر القرآن، اعمل بما في القرآن، وأنت مسؤول عن هذا القرآن يوم القيامة، مسؤول عن هذا القرآن. هل قرأته؟ نعم. هل فهمت معانيه؟ تتوقف. لماذا؟ ستسأل، فأجب أجب أجب أجب. هل فهمت معاني القرآن؟ هل عملت بهذا القرآن؟ لو كان الإنسان يا إخوان في شركة أو في إدارة حكومية وبلغ بالأوامر والنواهي، هل يلزمه أن يفهمها؟ نعم، لا بد أن يفهم الأوامر والنواهي، وإلا ما يصلح في الوظيفة، ولا كيف يعمل وهو لم يفهم الأوامر. فكيف بأوامر ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي قال في القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك، إيش؟ وسوف تسألون. سوف تسأل عن هذا القرآن ماذا عملت فيه. الإنسان منا يا إخوان إذا كان في دراسة يكلف بقراءة كتاب ويختبر فيه ويأخذ شهادة، فكيف بكلام الله؟ كيف بكتاب الله وهو حجة لك أو عليك؟ اسأل نفسك دائما ماذا عملت في هذا القرآن. ذكر شرف، هذا القرآن شرف لنا يا إخوان. ولذا ينبغي أن نعود إلى الله عز وجل ونبدأ بدراسة القرآن كما كان السلف الصالح يعملون، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يقرؤونها قراءة صحيحة ويفهمونها ويعملون بها. 10 آيات، ماذا عملت أنت؟ ماذا عملت في مستقبلك؟ يوم من الأيام ستغادر هذا المكان، لأنك في هذه الدنيا مسافر، أنت في هذه الدنيا مسافر، ستترك المال، ستترك الأولاد، بل إنهم يحفرون لك حفرة ويحثون عليك التراب، ما ينفعك إلا عملك. أين العمل الذي ينجيني من عذاب الله؟ موجود في القرآن، موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وما أصاب المسلمين من ضعف إلا إعراضهم عن فهم القرآن الكريم. والله يقول: كتاب مبارك أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أهل العقول، إذا قرأوا آية فيها ذكر الجنة يقول: يا رب أسألك الجنة. ما هو العمل الذي يكون سبباً في دخول الجنة؟ أعمله. وإذا وجد آية في القرآن تبين عذاب النار، نسأل الله العافية، يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، وينظر ما هي الأسباب التي تدخلك النار يبتعد عنها. وليعلم أن الإقامة مؤقتة لا يدري متى تنتهي، وإذا انتهت الإقامة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأتقن عملك، أي عمل تكلف به أتقنه، وخاصة الأعمال الدينية التي تقدمها لربك سبحانه وتعالى، ومن أهمها هذه الصلاة. الليلة إخواني حفظكم الله نبدأ في كتاب مهم وعظيم جدا، وكما قلت لكم إن الدراسة الفقهية دراسة عملية، لا بد أن يكون هناك عمل. وعرفنا يا إخوان سورة الفاتحة التي نقرأها في كل يوم أكثر من 20 مرة، فرض علينا نقرأها أكثر من 20 مرة، تبين لنا أن المسلم لابد أن يكون عنده علم وعمل. فإن كان عنده علم ولم يكن عنده عمل ما ينفعه ذاك، وإن كان عنده عمل ولم يكن عنده علم ما ينفعه ذلك، لابد أن يكون عند المسلم علم وعمل. نحن نقرأ الفاتحة ونفهم معانيها، لكن بعض من الناس هدانا الله وإياهم يؤزه الشيطان أزا في قراءة القرآن كله وفي الصلاة، فتجده يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا فهم؟ ماذا فهم من هذا القرآن الكريم؟ لكن يا إخوان لو تدبر الإنسان الفاتحة وقرأها قراءة صحيحة، ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس 3 طوائف، طائفة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأنت تطلب طريقهم وتطلب من الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم اليهود. اليهود عندهم علم لكن لم يعملوا بهذا العلم، عندهم علم لم يعملوا به. والمسلم، الذي عنده علم ولم يعمل به فيه شبه بهؤلاء. وكذلك تطلب من الله أن يجنبك طريق النصارى، لأن النصارى جهلة يعبدون الله على جهل وضلال، انظر إلى عبادتهم كيف يعبدون. ومما يدلك على جهلهم أنهم يعلقون الصليب على صدورهم وفي سياراتهم وعلى أبوابهم. اسألهم: لماذا تعلقون الصليب؟ هل تعتقدون أنكم قتلتم عيسى أو أنكم أطعتم عيسى؟ عيسى أين هو؟ فإذا كان مقتول، ما هو الذي ينفعكم إذا علقتم الصليب؟ مثل بعض الناس إذا جاء ميعاد يوم مقتل الحسين رضي الله عنه يضربون أنفسهم ويجرحون أنفسهم. لماذا؟ لماذا تجرحون أنفسكم؟ لماذا تعذبون أنفسكم؟ فلا بد يا إخوان الإنسان يكون عنده علم، لا بد أن يكون عنده علم وعمل. اليهود عندهم علم وليس عندهم عمل، ولذا نقول جنبنا طريق المغضوب عليهم. والنصارى عندهم جهل وليس عندهم علم.
فنقول جنبنا طريق الضالين. ولذا الإسلام يأمرنا أن يكون عندنا علم وعمل. إنسان يقول أنا عندي راعي غنم مسكين ما تعلمت، تعلم، ما هو الذي يمنعك من العلم؟ بعض من الناس يقول أنا مزارع شغال عامل، ما هو الذي يمنعك من تعلم العلم؟ لابد أن تعلم. إذا صليت اعرف هذه الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة. إذا عملت عمل من الأعمال هل هذا عمل صحيح، عمرة، حج وإلى ذلك، أو ليس بصحيح؟ لماذا عملت هذا العمل؟ إرضاء لله عز وجل. فلا بد أن يكون على أسس. فالمهم يا إخواني، ديننا دين الإسلام دين علم وعمل. تعلم، تعلم، العلم نور. تذكر، تذكر يا عبد الله، تذكر في يوم من الأيام ستمشي على صراط طريق موضوع على جهنم. ما ينفعك إلا النور الذي أعطاك الله، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. المنافقون يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. تذكر هذا النور، تذكر هذا اليوم الصعب، تذكر أنك تفارق أهلك وأموالك وأولادك وتدخل حفرة تبدأ المساءلة فيها. تبدأ يأتيك ملكان ويسألانك ماذا قدمت لنفسك يا عبد الله. ولذا حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا يوما من الأيام في الحديث الصحيح أنهم دفنوا أحد الصحابة، فلما دفنوه وهما عندهم في المقبرة، عنده في المقبرة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. بدأت المساءلة، ما هو الذي ينفعك؟ ينفعك جيشك؟ ينفعك عشيرتك؟ قبيلتك؟ لا والله. حتى يوم القيامة، يوم القيامة يبصرونهم، ترى ولدك، ترى أبوك، ترى أخيك، ترى زوجتك، لكن ما يغني أحد عن أحد، ما يغني عن أحد عن أحد. تقول لأبيك أعطني حسنة، يقول أنا أولى بها. لو يفتدي الإنسان يوم القيامة يتمنى أنه يفتدي بكل شيء، بماله، ولده، ما أبوه، كل شيء. فانتبهوا يا إخوان، كثير منا في غفلة، كثير منا في غفلة. لابد أن نعالج قلوبنا، وعلاج أمراض القلوب موجود في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمراض الأبدان يسيرة، كلها يسيرة، وآخر شيء تؤدي إلى الموت، ما في مشكلة، الموت جاي جاي. لكن أمراض القلوب هي التي تؤدي إلى النار، إلى العذاب يا إخوان. فانتبهوا حفظكم الله، وعلموا إخوانكم، ونبهوا من تحبون، نبهوهم من الغفلة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. كتابنا الذي سنبدأ فيه اليوم كتاب مهم، مهم جدا، وهو عملي، كتاب الجنائز. كتاب الجنائز يتكلم عن الموت، ويتكلم عن أحكام الموت، ويتكلم عن الصلاة على الأموات، ويتكلم عن كل شيء مما يدل على محاسن الإسلام. وكل الإسلام محاسن ولله الحمد. العناية بالمسلم، تغسيله، تنظيفه، تطيبه، الصلاة عليه، دفنه، الدعاء له. فنحن نبدأ بسم الله في هذا الكتاب. لكن قد يسأل طالب العلم، لماذا كتاب الجنائز ذكره المؤلف بعد كتاب الصلاة؟ المفروض أنه يكون نهاية كل شيء لأنه الموت، لكن المؤلف ذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، لم يذكرها في الوصايا، لم يذكرها في المواريث، لماذا؟
لأن أهم شيء يا إخوان، أهم شيء يفعل بالميت وأنفع شيء يكون للميت أنه يدعى له في الصلاة. أهم شيء للميت الذي ينفعه هو الدعاء له. ما معنى جنازة في لغة العرب؟ وما معنى جنازة؟ هل بينهما فرق من حيث اللغة العربية أو ليس بينهما فرق؟ لأن الجنائز جمع جنازة، لكن بفتح الجيم وكسرها، بمعنى كما قال بعض العلماء بفتح الجيم جنازة وجنازة معناها واحد. لكن هناك قول آخر يقول جنازة بالفتح اسم للميت، جنازة بالفتح اسم للميت، وجنازة بالكسر لما يحمل عليه الميت. فإذا قيل جنازة هذه جنازة يعني ميت، وإذا قيل جنازة ما يحمل عليه. لكن هذا يقولون إنه فرق دقيق. لماذا قالوا جنازة الميت؟ لأنهم يقولون الفتح يناسب الأعلى، فإذا قال جنازة يعني الميت أعلى، وإذا قال جنازة بالكسر يناسب الأسفل وهو الذي يحمل عليه. لكن ينبغي أن نعلم أن جنازة وجنازة معناهما واحد وهو الأولى. لكن المهم أحبتي أن يتذكر الإنسان حاله ونهايته في هذه الدنيا، يتذكر الإنسان كيف وجد في هذه الدنيا وكيف يخرج منها، يتذكر بأبيه، يتذكر بأمه، يتذكر بجيرانه، يتذكر بجميع هذه الأحوال، ويتذكر بالقرآن. القرآن أعظم موعظة، أعظم مواعظ هو القرآن الكريم. اقرأوه، اجمعوا أولادكم يقرؤون القرآن، يفهمون، يتدبرون، يعملون به. ولذا ينبغي أن نعلم أن القرآن أنزله الله لثلاثة أمور. القرآن أنزله الله لثلاثة أمور. الأمر الأول التعبد بقراءته، كل ما قرأت حرف لك 10 حسنات. الأمر الثاني تدبر القرآن والعمل به، وهذا هو المهم، تدبر القرآن والعمل به. الأمر الثالث الاتعاظ بالقرآن الكريم، كلما غفلت وقرأت القرآن رجعت عن هذه الغفلة. ولذا يقول الشيطان يقول غلبت الناس بالمعاصي وغلبوني بالاستغفار. فأهم شيء يا إخواني أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية. الموت ليس هو النهاية، وإنما انتقال لمكان آخر. معنى كلمة الموت يعني مفارقة الروح. الروح ما تموت أبدا، فالموت هذا مفارقة الروح. ولذا النهاية كما نعلم أيها الإخوان أن هناك جنة وهناك نار، فمن عمل للجنة أدخله الله إياها، ومن عمل للنار نسأل الله العافية. فالنهاية يا إخوان الموت وراءه غاية عظيمة جدا، وهي الآخرة. المسلم ولله الحمد يعرف أن هناك انتقال إلى مكان آخر، إلى الآخرة، وفيها نعيم أو فيها عذاب، بعكس الكفار. الكفار مثل الحيوانات، بين الحيوانات أفضل منهم، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، نسأل الله العافية. فينبغي للإنسان أيها الإخوة أن يتذكر دائما الموت،
ليش أتذكر الموت؟ لماذا أتذكر الموت؟ يعني لأن الموت فراق للأحبة والأموال والأولاد؟ لا لا، ليس هذا هو العمل الصحيح. تذكر يعني الإنسان يخاف من الموت علشان إيش؟ علشان مفارقة أهله أحبته أولاده. هذا أيضا رأي قاصر ضعيف، نظرة قاصرة، لكن يخاف من الموت على أساس فراق العمل والحرث للآخرة. كل يوم تزداد حسنات، كل يوم تزداد أعمال صالحة، الكافر يزداد أعمالا سيئة ويعذب عليها، وأنت أيها المسلم تزداد أعمالا صالحة كما أخبرك ربك سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان يخاف من الموت ويستعجل في الأعمال الصالحة ويتقنها ويكون مستعدا، لأن هذا فراق العمل والحرث للآخرة. فالإنسان إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة وأتقن عمله. بعض من الناس يصلي لكن هل الصلاة هذه متقنة؟ هل هذه الصلاة صحيحة؟ وإلا ليست صحيحة؟ يقول: ما أدري. لا، تعلم، تعلم ما هي الطريقة الصحيحة. الإنسان إذا أراد أن يبني عمارة لابد أن يعرف كيف يبني، إذا أراد أن يعمل عملا لابد أن يعمل العمل على أساس. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالإنسان لا بد أن يعرف أن عمله هذا على وفق الطريق الصحيح أو ليس على وفق الطريق الصحيح، خالصا لله، موافقا لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولعلكم تعلمون حديث المسيء في صلاته الذي جاء ودخل المسجد وصلى ركعتين وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى ركعتين لكن الرسول يقول لم تصلي. فلا بد أن تكون الصلاة متقنة، وكل عمل تعمله سواء إداري أو عمل حكومة أو أي عمل في الدنيا أو الآخرة لا بد أن تتقن عملك، لا بد من الإتقان. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. ولذا ينبغي لنا يا إخوان دائما أن نخاف من الموت. لماذا؟ لأن الإنسان يريد أن يزيد في الحسنات ويزيد في الخير ويتوب إلى الله ويبتعد عن الشر. فلينبغي لنا أن نهتم ونذكر الموت دائما كما ورد: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا ومفارقة الأهل والأحبة ليست بشيء. كل إنسان يعرف أنه سيموت، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. فالمهم يا إخواني، لماذا تخاف من الموت؟ لأنني مقصر. ابدأ الآن، ابدأ الآن وفارق هذا التقصير. كما يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه يوما من الأيام يسأل طلابه فيقول لهم: هذه الجنازة التي صلينا عليها لو أن الله أوحى إليه ماذا تريد أيها الميت؟ ماذا تريد؟ يقول: أريد أن تحييني. لماذا؟ قال: لأجل أعمل صالحا. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذه أمنيته.
ما يقول أنا أريد أن أتزوج، أريد أن لا، إنما أريد أن أعمل صالحا. فقال لهم الحسن: كل واحد منكم يعتبر نفسه أنه الآن مات، وأن الله أوحى إليه ماذا تريد، وأنه قال: أريد أن أعود إلى الدنيا لأعمل صالحا. اعملوا الآن، ابدأوا الآن، ابدأوا الآن حياة طيبة وعملا صالحا. فالمهم أيها الإخوة أن الإنسان لا يخاف من المرض ولا يخاف من الموت إلا إذا كان لا يعمل صالحا، فيجب عليه أن يبتدر. فهذا إنسان مريض. نبدأ الآن إنسان مريض، هل نأتي نزور المريض؟ أنتم تعرفون زيارة المريض، زيارة المريض إما واجبة أو سنة. زيارة المريض إذا كان قريب واجبة، إذا كان غير قريب سنة. لكن إذا زرت المريض في المستشفى أو في البيت تسأله عن أي شيء، تقول: كيف حالك؟ عساك طيب. لكن هل تسأله كيف يصلي، كيف يتوضأ؟ أو نقول إن إذا سألت عن الصلاة وعن الوضوء إن هذا تدخل فيما لا يعني. يعني المريض يا إخوان نوعين، المريض نوعين: نوع من أهل العلم عنده علم يعرفون، فلا حاجة أن تسأل كيف تصلي كيف تتوضأ. لكن إذا كان غير عالم، إذا كان غير عالم فإنك ينبغي لك أن تنبهه. أهم من العافية، أهم من الصحة، تنبهه كيف يصلي وكيف يتوضأ. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعلم أن هذا بعض من المرضى لا يحسنون الوضوء، أو لا يحسنون التيمم، أو لا يحسنون الصلاة ولا يعرفون الصلاة. فلا بد إذا زرت المريض أن تبين له كيف تتوضأ، كيف تصلي، هل يمكن تستقبل القبلة أو لا تستقبل القبلة. ولذا ولله الحمد جميع المستشفيات الحكومية عندنا في السعودية كلها فيها نشرات توزع على المرضى: صفة الصلاة، صفة صلاة المريض، صفة التيمم، صفة التطهر، صفة الاغتسال. هذه أمور واضحة وينبغي للإنسان أن يهتم بها إذا كان مريض. ولذا بعض من الإخوة زار مريض في المستشفى وقال له: كيف تصلي؟ قال: أنا أؤجل الصلاة حتى يعافيني ربي وأصليها. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، نقول له: لا بد أن تصلي، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا بد للإنسان أن يصلي على أي حال. وهل يضمن الإنسان أنه يشفى من هذا المرض ثم يصلي الصلوات؟ لا، لا بد أن يصلي الصلاة على حسب حاله. أيضا بعض من المرضى زاره أحد الإخوان وقال له: كيف تصلي؟ قال: الحمد لله أنا أصلي، لكن جميع الصلوات في اليوم أجمعها بعد العشاء، فأصلي الفجر ثم أصلي الظهر ثم أصلي العصر ثم أصلي. فقال له: هل تضمن أنك تعيش حتى تجمعها؟ كل وقت تصليه في وقته، أو أنك تجمع الوقتين مع بعض، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. والخطأ أن رجلا ثالث سألوه: كيف تصلي؟ قال: ولله الحمد أجمع وأقصر. القصر يا إخوان، القصر لا يجوز إلا في السفر، غير المسافر لا يجوز له أن يقصر أبدا. فإذا كنت في مستشفى في بلدك في مدينتك لا يجوز لك القصر،
ولا يصح القصر، لأن القصر لا يكون إلا للمسافر. فهذا الذي يقصر الصلاة وهو من أهل البلد صلاته غير صحيحة، لا بد أن يعيدها. ولذا ولله الحمد في كتب الفقه لا بد الإنسان أن يتعلم المغمى كيف يصلي، الذي أعطي بنج مدة طويلة كيف يصلي. فلا بد من تعلم هذه الأحكام. لكن يأتينا سؤال، هل المريض يؤمر بالعلاج، يؤمر بالتداوي، أو نقول له توكل على الله ولا تداوى؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك. بعض العلماء قال هذا المرض فيه فائدة للإنسان لأنه يكفر السيئات ويعظم الحسنات فلا يتداوى، يصبر. فالله سبحانه وتعالى جعل لذلك وقت، إما أنه يموت وإما أنه يشفى، ما فيه شيء يستمر. هذه الدنيا كلها وقت اختبار، فما فيه شيء يستمر في هذه الدنيا. مرض مدة ثم يزول، عافية مدة ثم تزول. فبعض من العلماء رحمهم الله يقولون ترك التداوي والعلاج أفضل، ولا ينبغي للإنسان أن يتداوى، يصبر، يصبر على ما يأتيه من الأمراض. ما هو دليل هذا القول؟ يعني عندنا ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله في التداوي، هل يتعالج الإنسان أو لا يتعالج. القول الأول أنهم يقولون ترك التداوي أفضل، يعني إن تداوى يجوز له ذلك، لكن الأفضل أنه لا يتداوى لا يتعالج. هل عندهم أدلة؟ نعم، علماؤنا ما قالوا هذا الكلام إلا عندهم أدلة. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقنا معكم يا إخوان أنه إذا ذكر اسم الرسول وجب عليك أن تصلي عليه، إذا ذكر اسم الرسول وجب عليك أن تصلي عليه. فإذا قال أحدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل وسلم عليه، لماذا؟ في فائدة عظيمة يا إخوان، الله يصلي عليك 10 مرات، أنت تصلي على رسول الله واحدة، ربنا يصلي عليك 10 مرات، هذا فضل عظيم يا إخوان، كل إنسان يتمنى هذا الفضل. المهم الذين قالوا إن الإنسان الأفضل يترك التداوي، ما هو دليلهم؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض عالجوه ولدوه، يعني بأمر بأن يلد جميع من كان حاضرا إلا العباس بن عبد المطلب. يعني لما مرض الرسول عليه الصلاة والسلام وعالجوه قال خذوا العلاج كلكم وليس أنا وحدي وإنما كلكم لابد أن تتعالجوا. ما هو لماذا قالوا هذا؟ دليل على أن الرسول كره فعلهم لما عالجوه، لدوا الرسول. ما هو اللدود؟ لدوا الرسول ورد في لدوا. ما هو اللدود؟ اللدود ما يلد به المريض، وهو نوع من الدواء. هذا شيء، يعني الرسول كره العلاج لما عالجوه وهو مريض في مرض موته. أيضا عندهم دليل آخر، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض وقيل له ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب قد رآني فقال إني أفعل ما أريد. هذا أبو بكر يقول، قال نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب رآني وقال إني أفعل ما أريد. ونحن نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه هو خير الأمة بعد نبيها، وهو قدوة وإمام. هذا هو القول الأول، أن الأفضل اترك العلاج، لكن لو أردت تعالج ما في مشكلة تعالج.
لكن هناك قول ثاني عند العلماء يقولون العلاج سنة، يسن للمريض أن يتداوى. ما هو دليلهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وأيضاً العلاج من الأسباب النافعة، وكل واحد ينبغي أن يبحث عن الأسباب التي تنفعه ويحافظ على جسده، لأن جسده أمانة عنده. إذا أدخل عليه جسد شيء يضره خان الأمانة، لا بد أن يحافظ على جسده. فيقولون العلاج من الأسباب النافعة. أيضا من أدلتهم أن الإنسان إذا تعالج يستطيع أن ينتفع بوقته، ولا سيما المؤمن المغتنم للأوقات، كل ساعة تمر عليه تنفعه. وأيضا يقولون إن المريض يكون ضيق النفس، لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافاه الله انشرح صدره وانبسطت نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادا لغيره فهو سنة. هذا هو القول الثاني، أن العلاج سنة، يسن للإنسان أن يتداوى. هناك قول آخر أيضا، قول لبعض العلماء رحمهم الله، يقولون فيه تفصيل إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل. ماذا يقولون في التفصيل؟ إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل، لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث فيه ما يضره، فيكون الإنسان هو الذي تسبب لنفسه بما يضره، ولا سيما كما نعرف الأدوية الحاضرة العقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا شديدا على الإنسان بسبب وصفة الطبيب الخاطئة. هذا أيضا تفصيل. لكن بعض العلماء يقول إنه يجب التداوي، لكن متى يجب؟ قالوا إذا ظن الإنسان نفع التداوي واجب عليه. إذن عندنا كم قول في التداوي؟ قول يقول إنه ترك التداوي أفضل، وقول يقول إنه يسن التداوي، وقول يقول فيه تفصيل إن كان مما يظن نفع الدواء فالتداوي سنة، وإذا كان من باب المخاطرة فإنه لا يجوز. وقال بعض العلماء إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه. ما هو الراجح من هذه الأقوال الذي رجحه صاحب هذا الكتاب؟ هل العلاج واجب أو سنة أو تركه أفضل؟ يقول إنه يجب إذا كان في تركه هلاك. الشيخ صاحب هذا الكتاب الممتع يقول إنه يجب إذا كان في تركه هلاك. كيف يكون في تركه هلاك؟ يقول مثل السرطان الموضعي، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. السرطان الموضعي كما يقول بعض الأطباء بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، لكن إذا ترك هذا المرض انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك. فهذا يكون دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول. ولذا يستدل رحمه الله بفعل الخضر
الخضر عليه السلام مع موسى لما ركب في السفينة خرب السفينة بخرقها لإنجاء جميعها. ولذا يقول البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك واجبا. لكن نحن نقول الأقرب في العلاج يا إخوان أن يقال أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهذا واجب. متى يكون واجبا العلاج عليك؟ إذا غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك. لو تركت العلاج ربما تموت، ربما تمرض، فهنا يجب عليك العلاج. أما ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فنحن نتركه أفضل. أما ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل، لئلا يلقي الإنسان بنفسه للتهلكة من حيث لا يشعر. ولذا بعض من الناس هدانا الله وإياهم يحرمون أنفسهم الأجر ويقولون نحن نريد الأجر ولا يتعالجون. فينبغي للإنسان أن يعلم أن جسده عنده أمانة ويتعامل مع هذه الأمانة كما أمره الله عز وجل، لأن الإنسان إذا لم يحافظ على جسده فقد خان الأمانة. من خيانة الأمانة الذين ينتحرون أو الذين يعملون أشياء مخالفة أو أنهم يستعملون أشياء تحدث لهم الأمراض، مثل الذين يشربون الدخان ويحدث لهم مرض السرطان أو مرض الحلق أو مرض الرئة أو ما إلى ذلك. فالمهم جسدك عندك أمانة، حافظ عليه من البراد، حافظ عليه من الحر، حافظ عليه من السقوط، ويكون لك أجر عند الله عز وجل. وأهم شيء تحافظ عليه، أهم شيء تحافظ على هذا الجسد أن تنقذه من النار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. لكن العلاج يا إخوان، العلاج أنواع كثيرة. من العلاجات والأدوية ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة جداً، ولعلكم قرأتم كتاب الطب النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى. ومن ذلك التجارب أيضا في الأمم عند اليونان وعند غيرهم، لأن الطب مبني على التجارب الكثيرة. لكن التداوي بالمحرم لا يجوز، أي شيء محرم التداوي به حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تتداووا بالحرام، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ولعموم الأدلة في تحريم المحرم، ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الله ما حرم شيئا إلا وفيه ضرر، ما فيه نفع، كل شيء حرمه الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أباح لهذه الأمة جميع الطيبات وحرم عليهم كل ما يضرهم، بعكس اليهود. اليهود حرم الله عليهم طيبات وحلت لهم بسبب بغيهم، نسأل الله العافية. فكل شيء محرم اعتقد أن الله ما حرمه عليك إلا لأن فيه ضرر، فيه ضرر، فابتعد عن المحرمات. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الله حرم علينا الخبائث وأباح لنا الطيبات، ولو كان في المحرم خير لم يمنع الله العباد منه بل أحله له. إذن من هو الطبيب الذي نتعالج عنده؟ من هو الطبيب الذي نبحث له؟
العلماء رحمهم الله يقولون يكره أن يستطب مسلم ذمياً لغير ضرورة، يكره. أنتم تعرفون المكروه؟ المكروه يا إخوان إن الإنسان إذا ينبغي أن يبتعد عنه، لكن لو فعله جاز. فيقولون يكره أن يستطب مسلم ذمياً لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة. الذمي من هو؟ اليهودي أو النصراني الذي عقدنا له الذمة لنتداوى عنده ونتعالج عنده، لأن اليهودي والنصراني يا إخوان غير مأمون على المسلم، غير مأمون على المسلم. وإذا كان كذلك فجعل هؤلاء مسؤولين أيضا على أطباء مسلمين من باب أولى، لأن المسؤول له كلمته، وربما يوجه إلى شيء محرم أو إلى شيء يضر المسلمين. ولذا نقول استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرطين: علاجك عند الكافر، لا يجوز أن تتعالج عنده إلا بشرطين. الشرط الأول الحاجة إليهم، الشرط الثاني الأمن من مكرهم، لأن غير المسلمين لا يأمن الإنسان المسلم مكرهم إلا نادرا، وخاصة يا إخوان في قضية الولادة الكفار يحسدون المسلمين على أولادهم، وخاصة المتخصصين في توليد النساء، لأن النصارى كما ورد وكما أخبرنا عنهم أنهم يحرصون على أن يقتلوا أولاد المسلمين أو أن يمزعوا أيديهم عند إخراج الطفل في التوليد، كما نقله بعض الناس عن هؤلاء. لذا المسلم يجب أن يتحرز من الأعداء، وسؤال الله عز وجل أن يرزقنا الاستغناء عنهم، لأنهم أعداء للمسلمين. فإذا احتاج الناس إليهم وأمنوا من مكرهم فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل دليلا مشركا يدله على الطريق من مكة إلى المدينة وقت الهجرة، مع أن هذا من أخطر ما يكون، فإن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، لكن لما أمنه النبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلا له. ولذا نعلم يا إخوان، نعلم أن هؤلاء الكفار مهما قالوا لك أصدق محبة لا تصدقهم في ذلك أبدا، لأنهم كما أخبرنا الله في القرآن ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذا قال بعض الولاة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليه رسالة وقال إن عندنا ذمي نصراني ماهر في المحاسبة، ماهر في الكتابة، نريد أن نوظفه. فمنعه عمر بن الخطاب. أرسل إليه مرة أخرى: نحن محتاجين إليه وليس عندنا من يقوم بهذا العمل. منعه عمر بن الخطاب، ثم كتب كتابة واحدة يقول عمر بن الخطاب: كيف نأمنهم وقد خونهم الله؟ خونة، ما دام أنهم خانوا الله عز وجل وكفروا بنعم الله فهم خونة. ثم قال في آخر رسالة عمر ابن الخطاب: مات النصراني والسلام. إذا مات النصراني نموت؟ لكن ولله الحمد في وقتنا الحاضر الأطباء المسلمون عددهم كثير، وهم مخلصون ولله الحمد، وهم يراقبون الله عز وجل. لكن لو اضطررت إلى واحد كافر لا بد من الشرطين: الشرط الأول أن تكون محتاج إليه، ما في أطباء مسلمين. الشرط الثاني أن تأمن من مكرهم.
أن تأمن من مكرهم. لكن فيه أشياء يا إخوان، العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، هل هي محرمة لا يجوز التداوي بها أو أنه يجوز التداوي بها؟ مثل بول الإبل، بول الإبل هل يجوز للإنسان أن يشربه ويتداوى به؟ أو بول الغنم هل يجوز للإنسان أن يشربه ويتداوى به؟ عندنا المذهب الحنبلي أنه لا يجوز التداوي إلا ببول الإبل فقط، وقيل يجوز التداوي ببول كل ما يؤكل لحمه، وهناك قول آخر لا يجوز التداوي بالبول مطلقا، بول الإبل وغيره، لأنهم يقولون البول نجس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، والبول نجس. لكن يا إخوان هذا القول ضعيف، لا بد أن ننتبه أن هذا القول ضعيف، لأن في بعض ألفاظ الحديث فكان لا يستبرئ من بوله، ولذا من أسباب عذاب القبر أن الإنسان لا يهتم من رذاذ البول، قد يبول وهو واقف، قد يبول في مكان صلب، ولذا ينتشر البول على ثوبه أو على رجله وما إلى ذلك فينجسه، نسأل الله العافية. فالقول الصحيح في الحديث كان لا يستبرئ من بوله، لكن التداوي ببول الإبل، التداوي ببول الإبل ثبتت به السنة في قصة العرانيين، وقياس ذلك أنه لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق بينهما وبين أبوال الإبل. فالمهم أننا نبحث عن الفائدة، فإذا وجدناها بالتجربة فإننا نأخذ بها، لكن نحرص كل الحرص على أن يكون علاجنا حلال ولله الحمد. والحلال كثير، الحلال كثير ولله الحمد، فلا يقول الإنسان ما وجدت حلال أبدا، لا، الحلال كثير والأطباء المسلمون كثير ولله الحمد. إذن ما حكم زيارة المريض؟ ما حكم زيارة المريض؟ يقول علماؤنا رحمه الله عموما زيارة المرضى سنة، وعرفنا أن السنة ما أثيب فاعله، يعني لو زرت المريض لك أجر، لكن إذا ما زرته ليس عليك إثم. وكل واحد يا إخوان يبحث عن الأجر، كل واحد يريد زيادة الأجر، فنحن نقول تسن عيادة، ما قال زيارة، تسن عيادة المريض. وعرفنا أن السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فالعيادة من الأمور المرغب فيها، والإنسان في هذه الدنيا يحرص كل الحرص على زيادة الحسنات. لكن لماذا قال المؤلف تسن عيادة المريض، ما قال تسن زيارة المريض؟ فيه فرق بين عيادة وزيارة من حيث اللغة العربية، فرق بين عيادة وزيارة. زيارة يا إخوان، الزيارة للصحيح، أنت صحيح سليم أزورك، لكن العيادة للمريض، فتقول زرت محمد لأنه سليم وعدت فلان لأنه مريض، فالزيارة للصحيح والعيادة للمريض. لماذا فرق بين العيادة والزيارة؟ لماذا فرق بين العيادة والزيارة؟ المريض يا إخوان العيادة فرق بينهما لأجل المريض عيادة تعوده مرة بعد مرة،
عيادة تعود إليه مرة بعد مرة، أما المأخوذة من العود، أما الزيارة فهي قد تكون مرة واحدة وقد تكفي. قد يطول مرض الإنسان فأنت تعوده مرة أو مرتين أو ثلاث، وكلما زرته يكون لك أجر. ولذا يقول عيادة المريض، عيادة المريض، كلمة ال، ال هنا للجنس. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.